بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة. بعد غلاء الأسعار وغلاء الكلفة لازم نأكل الحمام كده بالعقل. كل واحد ياخد معلقة، دول جوز حمام تمام؟ كفاية معلقتين حلوينهم كلهم علشان ايه؟ يخطوا الباقيين ياكلوا. ده فرد الوقت. خد معلقة بس على قدك، حلو قوي كده. دول جوز مثلا تمام؟ معاهم ايه؟ جوز غالية، يعني معلقة اتنين تلاتة. يلا كده حلو قوي عليك. كل واحد ياخد ايه؟ معلقة. دول جوز معلقتين. هنأكل بقى بعد كده من معلقة. كل فرد ياكله معلقة واحدة. اهو معلقتين اهو. معاهم زغلول نديهم كمان واحدة. دول فاضيين معاهم نايمين على الحصى. ياخدوا واحد واحد اتنين معلقتين. كل واحد معلقة كده. عشان ايه؟ ده اخواته. ده هنا جوز حمام ياكل ده واحد اتنين بالمعلقه. كله النهارده بالمعلقه كده، كل فرد ياكله معلقه. عشان ايه؟ نوفر بقى شويه. دول جوز بني ادم نعمين، يعني ندي لهم معلقه ونص كفايه على قدهم. دول بقى ما شاء الله جوز لحم، عايزين لهم معلقتين وندي لهم نص بقى من عندنا. ادي واحد اتنين وده نص من عندنا لهم عشان يكفي. وكده تكون ايه حلقتنا النهارده خلصت، علشان عشان نكفي ايه بقيه الاكل بقيه الايام. يعني كل دول شويه زغاليل بقى ندي لهم ايه بقى نعدهم. اه دول ما شاء الله سبع زغاليل، ندي لهم سبع معالق. ادي واحد اتنين ثلاثة أربعة، ادي خمسة ستة، ادي سبعة. يلا دول بقى الزغاليل بقى ياكلوا بقى ايه؟ ياكلوا على قدهم.